السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة طيبة. موعدنا اليوم مع درس من دروس المهمة بعنوان دعنا نتحاور للصف السادس الابتدائي. بيقول الدرس زي ما انتم شايفين كده في الصورة: اتخذ الجد يوسف مجلسه وقد التف حوله أحفاده كعقد الياسمين، فبادرهم قائلا: سنتحاور معا هذه الليلة عن آداب الحديث وآداب الاستماع، آداب الحديث وآداب الاستماع، وهما من أرفع الآداب الاجتماعية التي حثت يعني شجعت عليها الأديان السماوية. فالإنسان إذا أحسن كلامه أحبه الناس، وإذا أساء في كلامه فر منه الناس. أحسنت كلامك الناس هتحبك، أسأت في كلامك الناس هتفر منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، يا تقول خير يا تسكت. وأبدأ معكم بهذا السؤال: ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثه؟ قالت منى: أقول له أخطأت وأذكر الصواب. قال الجد: يعني أقول له الصواب ليه؟ لا تدرين، ربما كان على صواب وأنت على خطأ، كما أن قولك له أخطأت يحزنهم ويسيئه. يبقى لما حد يغلط ما تقولش أنت غلطت على طول. فمن شروط الحديث أن تتخير اللفظ المناسب، وأن نختار من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أحسنها. وده سؤال مهم برضك. قال شهاب: يؤلمني يا جدي أنني حين أتحدث قلما يعني قليل يلتفت إلي أحد. تعال نشوف الجد قال له إيه. قال الجد: ربما كان ذلك لأنك تتحدث عن نفسك كثيرا، أو أنك تتحدث في أمور يعرفها الجالسون، لأن الحديث عندما يكون في غير موضعه يكون عديم الفائدة. وكان الأجدر بك يا شهاب حين تشعر بذلك أن تصمت، يعني لما تحس إن محدش عايز يسمعك اسكت. قال بعض الحكماء، مش الجد اللي بيقولها، الجد اللي هو بيقول الجملة دي: حدث الناس ما نظروا إليك واستمعوا إليك. هم بصوا لك وعايزين يسمعوك اتكلم، فإن لمست منهم فطور يعني عدم اهتمام فامسك يعني اسكت. قالت فرح: لقد عرفنا الليلة أشياء لم نكن نعرفها يا جدي. قال الجد: وما زالت هناك أشياء في أداب التحدث. كل اللي قلناه ده اسمه أداب التحدث، ولسه في أشياء أخرى. إيه هي؟ البعد عن كلام اللغو والثرثرة. اللغو الكلام الغير مفيد، والثرثرة كثرة الكلام. 2، حسن الإصغاء لمن هو أكبر منك سنا وأعلى علما. واحد أكبر منك وأعلى علما استمع إليه، ألا يتكلم اثنان في آن واحد يعني في وقت واحد. عدم مقاطعة المتحدث، محادثة الناس بوجه بشوش مبتسم، ولابد أن يكون صوتك بقدر ما يسمعه الجالسون، فلا هو مرتفع بحيث يؤذيهم ولا منخفض بحيث لا يسمعه البعض. قال الأحفاد: شكرا لك يا جدي على هذه النصائح. المعاني سهل قوي. الأسئلة: كيف التف الأحفاد؟ قلنا كعقد الياسمين. تكلمنا عن أداب الحديث وأداب الاستماع، قلنا هما من أرفع الأداب التي حثت عليها الأديان السماوية. اذكر حديثا يدعونا إلى أدب من أداب الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ما السؤال الذي طرحه الجد على أحفاده؟ ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثه؟ خلاص أقول له إيه؟ ما أقولوش أخطأت، أقول له لي رأي آخر. السؤال الثامن: ما أهمية التحاور مع من هم أكبر منك سنا؟ قلنا هنستفيد من خبرتهم. ليه ما قالوش أخطأت؟ ربما كان على صواب وأنت على خطأ. السؤال 11: ما الذي يحزن شهاب؟ أنه حين يتحدث قلما يلتفت إليه أحد. الجد قال له: لأنك تتحدث عن نفسك كثيرا، أو تتكلم في أمور يعرفها الجالسون. السؤال الرابع عشر: بما يوحي قوله قلما يلتفت إليه أحد، يوحي بعدم الاهتمام والإهمال. كيف تصغي إلى محدثك؟ حسن الإصغاء للمتحدث وعدم مقاطعة المتحدث، تسمعه وما تقطعوش. وبعد كده أداب الحديث وأداب الاستماع، ألا يتكلم اثنين في وقت واحد، التحدث مع الناس بوجه بشوش، وحسن الإصغاء. بالنسبة للتدريبات، دي تدريبات واجب هتحلها أنت واجب، وهترجع لي الشرح بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.